فاضي، الجرس بيرن، تعال افتح الباب. انا لسه ما خلصتش، قوم انت. يوه يا راجل تعال افتح، ايدي مشغوله. يوه مشغوله يعني انت بتعملي؟ انا مش فاهم، ما انت قاعده بتقشري بطاطس والباب جنبك، خلاص يعني مش فاهم انا. ها مساء الخير. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده خير ايه وبتاع؟ انت يا استاذ، انت يا بيه، انت مين حضرتك؟ انا غريب. طبعا واضح جدا انك غريب، باين قوي انك غريب، اما بني ادم غريب. لا انا اسمي غريب. انت مين يا جدع؟ انت تجسس اصرف هنا، احنا ناقصينك. لا 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 خليك جنتل، امال انا جاي لمصلحتك. ايه مصلحتي؟ اه. انا اسف، اتفضل، ده جاي لمصلحتي، اتفضل اقعد. احنا اسفين. احب اتعرف بيكو. انا راضي ودي مراتي راضيه. عيله جميله قنوعه. ممكن يا مدام بدون تكليف يعني كوبايه ميه؟ حكم السلم عندكم صعب جدا والجو حر نار. حاضر يا استاذ. عيني بسرعه. بس يا ريت يا مدام بعد اذنك يعني تكون من فلتر. ايه فلتر ازاي يعني؟ ايه ايه ما عندكمش فلتر؟ ازاي ازاي يا استاذ ما عندكمش فلتر؟ والجراثيم، انت تعرف ان الجرثومه الوحيده اللي بتهرب من المطهر بتجري وتتكاثر في الميه؟ يعني ممكن الاولاد لما يشربوا ميه من الحنفيه يصابوا بابشع الامراض. ايوه يا ساتر يا رب. يا نهار ما طلعت له الشمس. بس ما حدش يقلق، ما تقلقوش، طول ما انا موجود هنا ما حدش يقلق وما حدش يخاف، غريب هيحلها لكم. الشركه عندنا يا استاذ بتقدم لك الفلتر ذات الاربع مراحل، والشركه كمان عملت حاجة جميلة جدا، زودت مرحلة خمسة علشان تنقي المية كده وتخليها ليها ريحة، تفتح كده من صبور تشم مية ريحتها جميلة. افتح من ايه حضرتك؟ من صبور. صبور. ايوه بس احنا يعني. وبعدين والجراثيم. لا لا هو على ايه؟ خديها راضية عشان الجرثومة اللي جاية مع الأستاذة ممكن تعمل لنا مشاكل. ايه مش ناقصين. بس ده تمنه كام حضرتك؟ بعدين بعدين اقعد يا راجل، احنا لسه خلصنا. اقعد اقعد، بيتكم ومطرحكم اتفضلوا. بعد اذنك يا مدام ممكن نعم. كوبايه شاي كيني سيلاني؟ ايه يا استاذ الشاي اللي عندنا ده من البكاوي الصغيره دي؟ ازاي 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 تسمحوا لنفسكم ان انتوا تكونوا فريسه سهله للتجار؟ ايوه التجار 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 اللي من ساعه ما عرفوا ان المستهلك يحب الحاجات السهله والرخيصه ابتدوا ان هم يغشوا في الشاي. ايوه يغشوا في الشاي ويخلطوه بنشاره. ايوه جم على حق المواطن الغلبان اللي كل همه في الدنيا دي ان يشرب كوباية شاي في ساعة عصاري. التجار اللي سلموا نفسهم للشيطان وألعيبه. يا ساتر دي الناس بقت وحشة قوي قوي. لكن ما تقلقوش، طول ما أنا موجود هنا ما حدش يقلق وما حدش يخاف، غريب جالكم ريحوا بالكم. الشركة عندنا يا مدام بتقدم لك الشاي الكيني السيلاني اللي جاي من خير الطبيعة، بمجرد ما تفتحي العلبة كده اهوت تطلع لك الشاي بطنطو. الله بطنطو. ايوه بس يعني اشمعنى يا استاذ الشاي يعني لازم يبقى صيني او كيلاني؟ انا مش فاهم حاجه. هقول لك كيني او سيلاني لان دول احسن دول بتزرع الشاي. ولو ما كنتش مصدقني تقدر حضرتك تشوف المعلومه دي من على جوجل. جوجل؟ اه ده اكيد مندوب في الشركه مع حضرتك صح؟ جوجل؟ اه النت على الكمبيوتر. انت ما عندكش كمبيوتر؟ لا انا معايا نوكيا 610. وازاي يا استاذ تحرم نفسك ان انت تعرف لغه العصر الجديده؟ ازاي ازاي قدرت تعمل كده؟ ازاي قدرت تحرم ولادك ان هم يعرفوا لغه جيلهم ويواكبوا العصر؟ يعني ايه يواكبوا؟ مش عارف. بس ما تفصليليش يا مدام، ازاي ازاي تعمل كده في ولادك تخليهم ما يواكبش العصر بتاعهم وايوه ايوه ايوه ويكونوا عندهم درايه كامله بثقافه جيلهم؟ يا حول الله يا رب. لكن ما تخافش، طول ما انا موجود هنا ما حدش يقلق وما حدش يخاف. الشركه عندنا بتقدم لك الجهاز الكمبيوتر المحلوف الذكي. مبروك يا استاذ. وعلى فكره بقى مش هيجي لك لوحده، هيجي لك كمان معاه هدايا، كيبورد وماوس هديه. الله، هم دول ادوات مطبخ؟ لا دي هدايا بتتحط في النيش. بس احنا ما عندناش اوضه سفره ولا نيش. وازاي
ازاي؟ ازاي ما عندكمش اوضه طفره ولا ليش؟ طب ما فكرتوش في الضيوف اللي هيجي لكم علشان يقعدوا هنا؟ هيقعدوا فين؟ هيقولوا عليكم ايه؟ والنيش؟ النيش اهم حاجه، ده بيبوظ جوازات كتير. ازاي؟ ازاي ما يكونش عندكم نيش؟ طب هتحطوا الفضيات والجيلي فين؟ يا استاذ احنا اصلا ما عندناش فضيات. ما تقلقش اتفضل. ده النيش؟ لا ده شركة بتتعامل مع أحسن واحد نجار بيعمل نيش. هيعمل لك نيش جميل جدا وكمان هيحط لك فيه الجيلي والفضيات. في يا أستاذ؟ أنت عمال تجيب لنا في حاجات وتبيع لنا في محتاجات، إحنا بيتنا صغير هنحط ده كله فين؟ وإزاي؟ خلاص مش مشكلة، مش لازم دراما، أنا أحللكم المشكلة. الشركة عندنا بتطرح عليكم فيلل. أنا ما خدتش. خد مساحة كبيرة للفيلا والتقسيط مريح جدا على 20 سنة. بقول لك بقى خلي النجار يوسع لك حجم النيش. منين يا أستاذ؟ أنا أصلا ما معيش.